مشاهدي ومتابعي قناة توتال دبليو تي في، اهلا وسهلا بكم حلقة جديدة من برنامجكم برنامج المعتمد. اليوم حلقتنا مخصصة حول الواقع الخدمي لمحافظة الديوانية واهم الخدمات اللي تنقص هذه المحافظة. راح اتعرف على هواي التفاصيل من خلال ضيوفي اللي راح يشاركوني الحديث. بداية ارحب بالشيخ علاء الغالبي احد وجهاء وشيوخ عشائر قضاء الشامي بمحافظة الديوانية. حياك الله شيخ. الله يخليك، اهلا وسهلا بحضرتك. الله يحفظك. الله يحفظك. الله يحفظك. وايضا ارحب باستاذ حسام العبادي الناشط المدني. حياك الله استاذ حسام، ضيفي عبر سكايب. حياكم الله، حسام العبد وليس العبادي. صحيحا. نعم، حياك الله. نعم، بدايه نبدا الحديث مع الشيخ علاء. الشيخ علاء، بما احنا بدايه عام دراسي جديد فنسالك على الواقع التربوي. شو اشوف الواقع التربوي اليوم بمحافظه الديوانيه؟ اولا احب اوجه شكر لقناتكم وللاستضافه. حياك الله. ثانيا بالنسبه للواقع الدراسي بصوره عامه، بالبدايه اهنئ الطلاب والكوادر التدريسيه ببدايه هذا العام. اثنين، الديوانيه انا اسميها المحافظه اليتيمه. ليش لقيت هذه التسميه؟ لانه دائما اليتيم يكون مكسور خاطره. ومن كسر خاطر محافظة الدولة؟ الدولة بصورة عامة، من رأس الهرم إلى آخر شيء. يعني كمحافظة تصورين أكو لحد الآن عندنا مدارس بالقرى طينية أو مبنية بلوك أو بها أربع صفوف خمسة، يعني المدرس أو المعلم، ما نريد نقول المدرس، المعلم بالقرية يعاني ما يعاني، لا تبليط، الطالب يعاني. لحد الان اكو مدارس قوق، نسميها احنا قوق. شنو قوق؟ يعني خشب مبنيه عن خشب وحصران او 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 كرفانات. هذا واقع الديوانية. هسه بالله الكرفانات بها باب وجواب، بس حصران و اي موجوده عندنا بالقرى. اي نعم عندنا موجوده، نعم عندنا موجوده بالقرى، ويا ريت فد يوم تضيفونا وامشي وياكم وادليكم واقول لكم هذا واقع الديوانية. زين، تجين للمدينه او الاقضيه او النواحي، يعني المدرسة قاموا يداومون بها ثلاث شفتات. دوام ثلاثي. دوام ثلاثي، زين الطالب شلون يستوعب؟ شلون يستوعب خلال ساعتين؟ وهاي معاناة. معاناة جاي يعانيها الطالب. تجين مثلا للمدرسة، ما عندنا مدارس، يعني احنا عندنا قضاء بالشامية انبنت به مدرسة واحدة حديثة، والبقية كلها ترميم. كلها ترميم، يعني مدرسة بها 500 طالب، 600 طالب، 400 طالب. أجل الله المشاهد والسامع، يعني صحيات بها اثنين أو ثلاثة يشتغلن. وين وزارة التربية من هذا الموضوع؟ ليش نرجع للترميم؟ ليش ما نبني مدارس مكان هاي الفلوس احنا بدنا نصرفها اليوم على الترميم؟ والله هذا السؤال يتوجه لوزارة التربية. يعني المواطن ايش يريد يسوي؟ المواطن هذا حاله قاعد بس يباوع. أنا كأب، الأبناء يداومون حاليا بالمتوسطة، أباوع المدرسة، رحلات ما بيها، رحلات ما بيها. والله العظيم يعني من خلال قناتكم اوجه شكر لاحد المؤسسات الخيريه اللي هي قافله لبيك الزهراء. اول العام صلحوا للمدارس مال الشاميه، صلحوا رحلات، قام تجي سيارات حمل تاخذ رحلات من المدارس ويصلحوها لهم. يعني مدرسه رحلات ما بيها، صحيات ما بيها. هذا واقع التربيه يعني عندنا بالمحافظه كواقع حال. يعني زين، يعني معقوله اليوم المدارس عباره عن مدارس طينيه وخشبيه مثل ما نعم موجوده عندنا بالارياف، موجوده عندنا بالارياف. شلون نامن على الطالب ينزل هيك اماكن؟ يعني هذا تعذيب من نفسيه الطالب. مو بس تعذيب، بالمناسبه من خلال مواقع التواصل الاجتماعي جاي اشوف اكو بالقرى والارياف اكو طلاب متميزين وحصلوا على معدلات عاليه. فاليوم الريف، ريف الديوانيه مهمل بالنسبه للتعليم، بالنسبه للمدارس مهمل. يعني وانا احمل مسؤول الحكومه المحليه هذا المسؤول، المفروض على المحافظ او مدير التربيه مال الديوانيه يروح يراقب يشوف، يقول هاي المدارس ليش مبنيه بلوك لحد الان، او ليش يعني مبنيه على يعني حتى على عهد الاسلامي نقول لحد الان. نعم، خليك ويانا شيخ. خليني انتقل ويا استاذ حيدر. حياك الله استاذ حيدر، ضيفي عبر السكايب. حياكم الله. حسام العابدي وليس حيدر. نعم، حسام العابدي. حسام العابدي. نعم، حياك الله استاذ حسام. انا قلت لك حسام، انت قلت لي لا. لا، قلت لك انت، قلت لي عبادي، قلت لك لا العابدي. حياك الله استاذ حسام.
استاذ حسام، احنا تكلمنا على واقع التربيه، ذكر الشيخ انه اليوم مدارس طينيه وكرفانات ومن خشب وحصيره، زين اليوم الاهالي شلون يامنون على اولادهم يروحون بهيجي مدارس؟ يعني هاي كارثه بالنسبه للتعليم، احنا بعدنا على عصر الجاهلي، بس احنا يوم 2024 يعني اكو مدارس بدول وصلت للقمر، اليوم تطور ونشوف انظمه حديثه، شنو واقع التربيه اليوم بمحافظه الديوانيه؟ حقيقة واقع التربية، طبعا تحية لك وإلى المشاهدين الكرام وإلى الضيوف. حياك الله. الله يسلمك. طبعا حقيقة إذا أردنا نتحدث اليوم عن الواقع التربوي في محافظة الديوانة فهو واقع سيء للغاية، جدا سيء. من مدارس آيلة للسقوط، وعام دراسي بلا قرطاسية وبلا مستلزمات دراسية، هذا اللي نعاني من عنده اليوم، تعاني من عنده محافظة الديوانية. يعني تخيل يا ست الكريمه انه لا يمر شهر او شهرين حتى يستبدل مدير عام للمديريه. هاي الدوامه من اليوم اكو سطوه حزبيه واكو يد طوله من قبل الاحزاب ومن قبل المتنفذين على المؤسسات التربويه تحديدا. اما الواقع المدارس فهو واقع سيء للغايه. مدارس آيلة للسقوط وعام دراسي جديد بلا قرطاسيه وبلا تجهيزات، هذا ما تعانيه الديوانيه باختصار. يعني حقيقه الديوانيه لا تتحمل الواقع، مره الخدمي، مره التربوي، مره الصحي، مستشفيات بلا علاج، مره الزراعي، مره الصناعي والى اخره، البنيه التحتيه صفر اليوم، شوارع بلا تبليغ. فنرجع لسؤالك انه المدارس اليوم طبعا اكو مبادرات صارت من قبل المنظمات المجتمع المدني، من قبل القوافل الدعم اللوجستي، من قبل الاهالي انه تصليح الرحلات. هذا اليوم عندنا وزاره، اخوة احنا عندنا وزاره تنفق عليها الدوله وموازنات انفجاريه تخصص للتربيه. وبالتالي نشوف انه هذا الواقع السيء، واقع التربوي السيء. ما احنا اليوم عندنا وزاره بحجم وزاره التربيه، عندنا وزاره اليوم تنفق عليها من الموازنه العامه تريليونات، وبالتالي نرجع ما نلقى قرطاسيات، ما نلقى كتب، ما نلقى مدارس صالحه. هسه احنا حتى نكون واقعيين، مدارس عندنا يعني مو كل المدارس هي آيلة للسقوط، لا، ولكن الأكثر مدارس بعيدة، مدارس بعيدة عن 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 المدن، عن 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 السكان، عن الطلبة اليوم يعانون. من قد يحتاج وقت الطالب يلا يوصل لهاي المدارس اللي بالأقضية؟ قد يحتاج وقت، يعني حقيقة يحتاج وقت نص ساعة أو أكثر أو ساعة يعني يلا يوصل المدرسة. يعني خلاص يومه اذا يعني روح ساعة ورجع ساعة، ايش بقى باليوم؟ يعني لازم يقعد الساعة بالستة الطالب. يعني لازم الطالب يقعد الساعة بالستة الصبح وحتى يوصل، يقدر يوصل المدرسة. بالاضافة الى احنا مقبلين على فصل شتاء وامطار، والشوارع اللي الفايضة اللي هي دوامة فيضان الشوارع هي مستمرة كل عام، هي كذلك فيضان واستمرار بالتلك المشاريع، وماكو طرق سالكه لوصول الطلاب الى مدارسهم. ما هاي مشكله بحد ذاتها راح نواجهها، وراح تواجهها محافظه الديوانيه. الديوانيه تعاني الحرمان، الديوانيه عانت ولا زالت تعاني طوال هذه السنوات، ونحمل المسؤوليه الكبرى الى الحكومات المتعاقبه، الحكومات المحليه، من محافظين هرم السلطه المحليه الى ادنى، هم اليوم يتحملون مسؤوليه. نواب الديوانيه شنو موقفهم؟ واعضاء مجلس محافظه شنو قدموا للديوانيه؟ اعضاء مجلس محافظه اليوم هم يتصارعون ما بينهم من اجل مره اقاله المحافظ ومن اجل المغانم السياسيه، نسميها المغانم الاقتصاديه اللي تدر على احزابهم، على مكاتبهم. الدر لازم يكون انه لهم حصص. والله العظيم يا ست الكريمه، خل
خل نبتعد عن الكلام المنمق ونسولف بلغة أهلنا. أقسم بالله واقع الديوانية سيء، جدا سيء سيء، ونتاجات مجلس محافظة هي نتاجات مخيبة للآمال. بعد عودتها، بعد كان ما كان الرفض وإصرار الحكومة وإصرار عبر الدستور أنه عودة هذه الحلقة، زين كم نائب وبالتالي ممثل عندهم؟ سطوتهم إلى سطوة يعني مخيبة للآمال جدا. نعم. أشهد بالله الكريم واقع سيء واقعهم، وما قدموا وما أنتجوا. مر على تشكيلهم 9 إلى 10 أشهر أو بل عام، هم ما عندهم نتاجات حقيقية وفعلية، ما انتشلوا الواقع الخدمي والتربوي والصحي من ما تعانيه الديوانية. كم نائب ممثل عن محافظة الديوانية؟ 11 نائب بالبرلمان و14 بمجلس محافظة. 11 نائب و14 مجلس محافظة. 11 نائب نعم. شنو قدموا للديوانية؟ 11 نائب بالإجماع اليوم، مو أنا اللي أصنفهم، اليوم الشارع هو يتحدث عن أنه فشلهم الحقيقي والواقعي في انتشال محافظة الديوانية بما تعاني. اليوم احنا شفنا اكو محافظين، محافظ يعني يتحزم ويقعد بمركز القرار، على لسان هن يقعد بمركز القرار ويتحدث عن محافظته. هنا ما عندهم هيك شيء، عندهم انه انطيني مشروع يدور علي ارباح ويكون لي حتى يكون انه عندي سيوله ما قبل الانتخابات. تمام. اعضاء مجلس نواب جاي يشتغلون عقارات، يشتغلون مجمعات سكنيه، عندنا موجودين. يعني اليوم يعملون صالح يعني مصالحهم الشخصية؟ نعم نعم، مصالحهم الشخصية فعلا وحقيقة. هاي ما قدموا ان اليوم انا اتحدى، ولا هي ديوانية، الديوانية ادخلوا الى مواقع التواصل الاجتماعي راح تلقون الديوانية بحقيقتها، شوارع الديوانية، مجسر الثورة، شارع الثورة، مجسر الثورة. هذا المجسر قيد الانشاء، يعني كمل المجسر ما بعد عناه 8 سنوات، الان جاهز، اصبح جاهز. زين شوف المكر والخداع السياسي اللي جاي يمارسوه اعضاء مجلس النواب وما خلفهم من رعاياهم للاحزاب. المهم راح يفتتحون هذا الجسر قرابه الانتخابات، جسر الثوره اللي هو ما يقارب الاكثر من 8 سنوات هي الديوانية تعاني الزحامات المرورية والخانقة جدا بسبب هذه المشاريع الفاشلة. شركة إسبانية بحجم الشركة الإسبانية، وبالتالي الشركة الإسبانية فقط اسم، فقط اسم، لا ماكو شيء اسم يعني انه عمل اجنبي بيها، مثلا ايادي اجنبية، خبرات اجنبية. بعد منو اللي انجز المشروع؟ الشركة الإسبانية، عفوا إذا عيد السؤال. المشروع العد منو أنجزه؟ إذا مو شركة إسبانية مثل ما مذكور بالعقد، منو اللي أنجزه؟ ستي أنا أمامي 35 ملف، أنا اليوم من أسولف بالوثائق، يعني اليوم نتحدث بالتواصل الاجتماعي حتى لا نعرض أنفسنا للمساءلة القانونية، حتى لا نعطي ذريعة لمن يتصيد بالماء العكر ويريد يزعجنا تحت هذا العنوان قانونيا. زين الشركه الاسبانيه، الشركه الاسبانيه فقط اسم، يعني دمرت الواقع الخدمي الاعماري. ما اعرف انه ما اعرف السكوت هذا المريب. نور الافق شنو اللي قدمته؟ شنو اللي قدمته؟ بدي اسال اهل الديوانيه واسال جناب الشيخ الموجود يمك اللي هو الناقد، يعني دائما انتقاد لاذع للعمل الفاشل، للشركات الفاشل جدا. شركه اسبانيه، نرجع حتى اوضح، نرجع عندك هنا تجهيز مواد 99 مليون امامكم يا سيد محافظ الديوانيه سيد عباس شعيل. الديوانيه لا تتحمل، لا تتحمل الظلم، لا تتحمل السكوت، لا تتحمل هذا. اليوم 99 مليون، نريد نعرف، انا اليوم مواطن السائل طبعا، هذا التساؤل، وين انصرفن وشنو جابوهن؟ هنا يقول تجهيز مادة البلاط. يعني اليوم إذا أريد نسولف عن المقرنص اللي جاي يجيبونه، هو بعيد كل البعد عن العمل الحقيقي، العمل اللي يروح كردستان نشوفه
اللي يروح بغير دوله نشوفه هذا ال 3 دي وغيره من المقرنص، هم لا جاي يجيبون هذا التصنيع المحلي الرديء جدا، وبالتالي ينفق عليه مبالغ طائله. هنا عندي احد الملفات 105 مليون تجهيزات، طبعا حاويات. انا هيك عن ال 3 مليار اللي السيد محافظ الديوانيه يمكن يسمعني او ما اعضاء المكتب يسمعوني. 3 مليار في زياره الاربعينيه انفقت على لسانهم ما لها وجود، وبالتالي شنو قدموا للزائرين؟ نعم شنو اللي قدموه للزائرين بالاربعين؟ اريد اعرف 3 مليار. انا اليوم اريد اسال وانا اتحمل هذا الكلام قانونيا، اريد اسال جناب السيد محافظ الديوانيه والساده اعضاء مجلس محافظه، اريد اسالهم بالله الكريم، اليوم انتم 3 مليار وثبت انه 3 مليار صرف في فقط فتره زياره الأربعين اللي هي 10 ايام 12 روح 15 يوم، 3 مليار شنو اللي يصرف؟ يعني شنو بلطوا الشوارع مثلا؟ شارع يا حسين اللي لا زال يعاني، لا زال يعاني، طريق مهم بوابه يربط المناطق المقدسه بوابه الجنوب، وقلنا لهم يا بفصحنا وقلنا ما يعني لازم يكون بديل للسايدين، لازم يكون اذا صار تصليح هنا حتى يكون بديل اسمه شارع لبيك يا حسين، الشارع الخدمي يعني 15 يوم للزوار والباقي يبقى خدمي للناس، يبقى خدمي اذا صار تصليح. سجلت احصائيه صحه الديوانيه رئاسه الصحه اكثر من 200 ضحيه نتيجه هذا الطريق، اكثر من 200 ضحيه وما لا زالوا يعانون بعضهم بالمستشفيات يأنون نتيجة الحوادث اللي صارت بهذا الطريق. نعم الحوادث المرورية، لا هي حوادث مرورية، لا توجد آذان صاغية أن يسمعوا تلك الأصوات، ضحت أصواتنا ولا يعني اليوم نحتاج نهضة مجتمعية حقيقية وفعلية حتى نكون ضاغطين في الشارع. اليوم نحتاج شيخ العشيرة ابن الأجواد، ونحتاج الأكاديمي، ونحتاج الطبيب، ونحتاج الطاقات، نحتاج إعلامي ما تغره مال السلطة، نحتاج ناشط ما تغره مال السلطة، نحتاج إنسان تهمه مدينته ويتحدث. اليوم شفنا بالديقار، بالمحافظات، بالنجف، بكربلاء، باقي المحافظات اكو اصوات حرة مطالبة. اليوم شيخ العشيرة يستنهض بسلفه وعشيرته حتى يقول لهم كافي فساد، هاي ملفات فساد. وتسويت تحدي قبل ايام قلنا لهم نريد نعرف تأهيل حديقه هسه لو منتجع بها مجال، تأهيل حديقه 83 مليون و400 الف دينار يا جناب الست المحترمه. نعم. يا جناب السيد محافظ الديوانيه 83 مليون على انشاء حديقه وتأسيسها واعاده تأهيلها. اعاد التاهيل، بس اعاد التاهيل ليش زرعوا بها اشجار من ذهب مثلا؟ يعني هذا هو هذا التساؤل اللي نقوله، وهذا موجود عندي طبعا. نعم. اذا يريد هسه من خلال قناتكم المحترمه، اذا يريد السيد محافظ الديوانيه الان ازوده بالكتاب. يعني استاذ حسام انت عندك الادله والاثباتات، يعني حتى يكون حق رد مكفول، اليوم انت عندك الادله الكافيه حول هذا الكلام اللي ذكرته. أنا دائما أقول حق الرد مكفول لهم. نعم. واليوم من حقهم ومن حق هيئة النزاهة والادعاء العام، وأنا نفسي دخلت إلى الادعاء العام حول موضوع فشل المشاريع كورنيش الشامية. نعم. أنا أرجع لك على هذا الموضوع، خليك ويا الأستاذ. نعم. حسام خليني أنتقل ويا الشيخ علاء. شيخ علاء 99 مليون و3 مليارات و83 مليون، يعني اليوم الديوانية منطقة أو محافظة مو فقيرة تعتبر على هاي الأموال اللي عندكم. الاموال اللي تخصصها الدوله كميزانيه المحافظه الديوانيه ما لقينا واحد يستغلها بذمه او ضمير ابدا. كل الاموال اللي انصرفت من 2003 لحد هذا التاريخ من اول محافظ ولحد هذا المحافظ، اريد واحد سوالي فد مشروع للديوانيه او شغله يستفادون من عندها اهالي الديوانيه ابدا ماكو. اقسم بالله ثلاث ارباعها مشاريع وهميه، شركات وهمية تجي للديوانية هسه عبارة عن خربة، ديوانية عبارة عن خربة.
لا شوارع لا أرصفة. الشركات اللي يجيبوها شركات غير رصينة نهائيا. هاي بالنسبة للقرى والأرياف؟ بالنسبة كمحافظة وأقضية ونواحي. هسه أبو الريف متعود يجي الشتاء يمشي بالطين. أريد أقول متعود على هذا واقع حاله، هذا حال معيشته. بس أنا أقصد على ابن المدينة اللي يسكن بالناحية أو بالقضاء أو بالمحافظة. يعني الديوانية مساوية اليوم بالخدمة. الديوانية كلها أقضية ونواحي نهائيا. يعني أنا أتعجب مع احترامات للسيد محافظ الديوانية سيد عباس الزاملي وبقية المحافظين اللي راحوا، يعني ما يسافر ما يروح. بالمناسبة أكو موضوع جدا مهم وأعاتب عليه يعني المحافظ أو المدراء الوحدات الإدارية، رؤساء الوحدات الإدارية. يعني أنت من تجيك صحيح هذا من وزارة، جتك هاي الشركة فنفرض عليك من وزارة، أنت شفت هاي الشركة مو رصينة، أعمالها ما مضبوطة، يا أخي راجع للوزارة. بالمناسبة أغلب الشركات اللي تجي ما عدا صلاحية المحافظ يحكي وياه، ولا عدا القيمقام صلاحية يحكي وياه. زين أنت يا أخي ليش ما تستنكر؟ ليش ما تروح للوزارة؟ طالب الوزارة يا بتعال أنت ودي لي شركة مو الاسم أسباني والعمال كلهم عراقيين. أقسم بالله عندنا شركة سجال تشتغل بالشامية، ما أعرف المن تابعة، الحفارة عندهم من هاي المتهالكة ما تسوى حتى 30 ورقة، والشفل إيجار وأربع عمال، وصار 6 أشهر الشامية مبهدليها. يبنون رصيف سووا مقرنص فتحوا. زين النوب الشركات تجي كدائرة مستفيدة، اتفقت مثلا الشركة وهي دائرة مستفيدة، أنت كدائرة مستفيدة سواء بالمحافظة أو بالأقضية والنواحي، يا أخي دز ويا مهندس مقيم خلي يكون كفوء، دز ويا مهندس مقيم خلي يكون كفوء خلي حاسب. إذا يشوف شغل الشركة ما مضبوط خلي يرجع لك أنت كمدير دائرة، استاذ هاي الشركة شغلها ما مضبوط، على مود مدير الدائرة أو المحافظ يتخذ الإجراء ويا هاي الشركة. ماكو هيك يعني، ما جتنا شركة رصينة واشتغلت بالديوانية، ولا عندنا منجز بالديوانية اللي هو يخدم المصلحة العامة، أقسم بالله أبدا. زين الديوانية مشهورة بالزراعة، شو واقع الزراعة اليوم بيها؟ الزراعة بعد معاناة والمطالبة من قبل الشرفاء يلا زرعنا شلب كحصة مائية، زرعة شلب الناس. نعم زرعة شلب، صحيح مو الكمية المطلوبة بس نقول الحمد لله وشكر على الكمية الموجودة. بس شنو ماكو فائدة بالزراعة؟ ليش ماكو فائدة؟ الدولة جاية تستورد لك مبيدات، هي مبيدات فاشلة اكسباير نهائيا، جاي تضرب كزراعة شلب جاي تضربها كمبيدات. الفلاح وين يروح؟ تعرفه اكسبار شلون دخلت للعراق؟ والله ما ادري ما شلون دخلوها ما اعرف، لانه تجي المبيدات صلاحيتها مثلا عاده مستمره، بس من 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 يعالجون بها الزرع ما تؤدي الى غرض، ما تؤدي الى نتيجه. الضر اليوم نعم ما بها اي فائده واحتمال الضر. لازم احنا شو نريد نهض بواقع الزراعه اذا احنا اليوم ندخل مواد اكسبار وتالفه؟ انا اقول لك ليش، على مود التجار يستفادون من استيراد التمر الهندي والفيتنامي. اكو مؤامره على زراعه الشلب، انا اقول لك اكو مؤامره، لان الديوانيه والنجف هي المصدر الرئيسي للعنبر وهذا معروف بالعراق كله وبالعالم. حاليا العنبر انقضى عليه، جاءت يجينا بذور من الدول المجاوره هي ما مؤهله اصلا للزراعه بالتربه العراقيه. وين هو العنبر؟ اسعاره يعني خياليه ونشوف ليش اسعاره خياليه؟ لانه الدوله جاي تقضي عليه، ما جاي تجيب لك مبيدات هي صالحه لزراعه العنبر، ولا توفر لك. يعني احنا 4 سنوات زراعه ماكو بقضاء الشاميه او بالمشخاب جزء قليل بالنجف، زراعه ماكو بس ريحه وطعم ماكو، بس طعم وريحه ماكو. الشلب القديم ماكو، على مود وزاره التجاره تستورد بكيفها وتجيب لنا من هذا التمر الهندي النايلون ما نعرف شنو. شو اكو احسن من تمر العنبر؟ هاي بعد قضوا عليه، صدقيني قضوا عليه، أصبحت نسبة زراعة العنبر عندنا كمحافظة الديوانية ما تتجاوز 10%. موجود يعني هسه بالسوق ولا موجود؟ موجود بس 3000 بس وين كان كان الفقير يقدر ياكل؟ هسه ما يقدر ياكل الفقير. هسه العنبر ما في ريحة أو ما في طعم يعني، هذا واقع الحال. عندنا كان يعني عندنا كان العنبر مشهور. زين هسه هذا الموجود هو بالسوق هذا عنبر حقيقي يعني؟ لا مو حقيقي. لا عاد شنو؟ جاي يجيبوا لنا عنبر ايراني مستورد. نعم موجود عندنا بذور عنبر موجوده بس على مستوى بسيط يعني. يعني هسه هذا الموجود باسواق مو عراقي؟ اكو بي عراقي واكو بي مستورد. زين ليش حبايته صغيره يعني مو كبيره؟ مو العنبر احنا متعودين عليه الاول. انا اقول لك ليش،
المي كان احنا يسمونه اهلنا دهله، الدهله المي الاحمر كان يجي عن طريق دجله والفرات. هسه المي اصبح فاشل، حتى المي فاشل، التربه تعبت، جتنا بذور تعبت التربه، مبيدات زراعيه فاشله، ما يطلع عده انتاج صحيح. تاثرت طبعا اكيد تاثر. زين، سبب ارتفاع اسعار التمن خصوصا التمن العنبر؟ مو قلت لك اربع سنوات احنا ما نزرع، اربع سنوات الديوانيه، اربع سنوات الديوانيه ما تزرع، ولو ما مطالبه الشرفاء والخيرين من الناس القائمين على هذا العمل ما كان زرعنا اصلا. نعم شيخ، خلينا ننتقل للواقع الصحي. نعم. في محافظه الديوانيه عندكم مستشفيات كافيه؟ الواقع الصحي دمار، مختصر الكلام دمار، يعني محافظه الديوانيه مستشفيات 22 مستشفى اهلي الى مو اكثر. مستشفيات حكوميه 2؟ مستشفيات حكوميه بس 2. الديوانيه كلها بس؟ نعم 2؟ الديوانيه كلها، المستشفى العام ومستشفى الاطفال بس ذني. شو تكفي اعداد اليوم والنفوس؟ احنا هسه الديوانيه محتاجه الى 8 مستشفيات عدد ذني، واحنا ايضا من خلال قناتكم نطالب وزير الصحه ونطالب مدير عام الصحه الموجود هسه والقبله، يا تعالوا ليش عم مسوت النحل؟ ماكو حلول، الديوانيه ماكو واحد يطالب لها، مثل ما تفضل ضيفك استاذ حسام، يعني يجي عضو البرلمان بس يدور اللي يستفاد من عنده وهاي وخلص طلع، ما حد يطالب ولا محافظ يطالب من 2003 لحد الان، مستشفيات 2 بالديوانيه. زين، متوفره بها اجهزه، كوادر طبيه، ادويه؟ والله العظيم لا اجهزه كوادر طبيه، احنا جاي احكي لك عن القضاء هسه، الديوانيه انا بعيد عنها، يعني كمحافظتي هي بس ما اقدر انقل لك الصوره الحقيقيه مالت الديوانيه ككوادر، بس مستشفى الشاميه عندنا نقص هوايه بالكادر التخصصي، يعني الطبيب مختص ما عندنا، وهي مستشفى واحده. يعني سيس مرض وين يروح عندكم؟ يجي للمستشفى بس كطبيب اختصاص ماكو، يجي طبيب عام يحولوه ينوب مستشفى الصدر الغيره للمحافظات، او يجي الدكتور على المستشفيات الاهليه. واحتمال يموت بالطريق. واحتمال يموت بالطريق، اصبحت الصحه قبل مهنه نقيه، هسه مهنه تجاريه. صارت تجاريه. قبل مهنه انسانيه، هسه تجاريه. الصحه هسه تجاريه على العموم، وهذا واقع حال البلد كله. زين، يوم ما كان 20 مستشفى اهليه، ليش ما يسوي لكم مستشفيات حكوميه؟ طالبت الناس لما جزعت، شو تسوي؟ مع العلم الديوانيه ما يستحقوا اليوم مستشفيات حكوميه رصينه متوفره بها اجهزه كوادر طبيه؟ طالبت الناس وملت، المن تروح؟ ويا ريت يعني تستضيفون انتم والقنوات البقيه، خلي يجون ينقلون واقع حال ابن الديوانيه. والله العظيم المستشفيات بالديوانيه بس 2 وحال الضيم، حال الضيم، يعني المراجع من يجي المستشفى يموت. هسه الدعايه تريد عندك مريض المستشفى الديوانيه العام؟ لا، يقول لك اهلك او قريبك، قال لك عمك يموت، لانه تجي للصاله مثلا تلقى لك بيفد 15 الى 20 سرير. واحد بصف واحد. كوادر ماكو، قليل الكوادر. تعيينات الدولة ما تعين، ليش ما تعين ما أدري. زين الاختصاص، ليش ما تجيب اختصاص للمستشفيات؟ ليش اللي عنده عملية يبيع بيته لو يبيع سيارته يلا يسوي عملية؟ ليش احنا هسه العراق، العراق من أفضل الأطباء عنده، ميزانية ضخمة، ميزانية الدول عند العراق، ليش المريض يروح للهند، ليروح للأردن، ليروح للكويت، ليروح للخليج؟ ليش؟ احنا عتبنا على الدولة، ليش؟ يعني اطباء اكو اكفأ من الطبيب العراقي، انا مسافر لاكثر من دوله، ارقى المستشفيات بها الطبيب العراقي. بس الطبيب العراقي يتلقونه هناك جماعه، اذا راد يبني مستشفى او راد يفتح عياده يقولوا له بالنص. عندنا مافيات، هاي المافيات موجوده بكل كل البلد. وتتكاثر وجاي تتكاثر. يعني طبيب يجي مختصر يريد يبني مستشفى يخدم ابناء بلده يقولوا له لك نسبه والمستشفى لنا واحنا نبني لك، لو تروح تهاجر. وشوفين هسه اغلب الكفاءات الكوادر الطبيه هي ما اجرى برا. نعم. خليك ويانا شيخ، خلينا ننتقل ويا استاذ حسام. استاذ حسام، الديوانيه تشتكي من موضوع نقص فرص العمل والتعيينات بيها. احكي لنا يعني على هذا الموضوع. حقيقه الديوانيه فعلا كما تفضلتي انه الديوانيه يعني شباب الديوانيه اليوم اصبحوا عاطلين، خريج عاطل لا يلقى قطاع خاص ولا يلقى قطاع. يعني ما اعرف انه المفاضل اللي جاي يصير نواب اليوم يجاملون على حساب الديوانيه، نواب معروفين يجاملون على حساب الشباب، على حساب انه ارزاق الشباب. عندنا خريجين، الاخوه الخريجين الغير متعينين، يعني هذا جروب مجموعه وطلعوا ظاهره وهوايه، وبالتالي
يعني ما شافوا نتيجه. اللاعب يجي يسرق ياخذ 500 اسم 700 اسم 1000 اسم من داخل المحافظه، من المحافظه يعني عباره عن محاصصه. وشاف يعني اما ترتكن لحزب يعني هذا عنوان، واما ما تحصل للاسف. 11 600 اسم تقاطع وظيفي الان في دائره الماء والمجاري والبلديه وغيرها. لاني صار تقاطع بين الملحق التحقوا الى التربيه بعد ما الله وفقهم، التحقوا عافوا العقود مالتهم وراحوا وين؟ للتربيه. هنا بالتالي ظلت شواغر العقود مالتهم. اجوا النواب اللي عندهم اسماء واللي عندهم مصالح واللي عندهم قاطعين عهود امام الشيخ الفلاني والقبيله الفلانيه والزعامه والمضيف الفلاني، يعني يعينون تحت عنوان المفاضله على حساب الشباب. للاسف جدا. والشباب نشوفهم اليوم هم يفترشون الارض ويلتحفون السماء في تظاهراتهم، تطلع تظاهره في كل اسبوع يطلعون وما جاي يلقون نتيجه وحلول حقيقيه. النائب يجي اليوم ياخذ كيف ما يريد ويشاء. ايش قد اسماء موجوده من شواغر من غيرها يروحون يشتغلون حسب علاقاتهم بوزاره الماليه والتربيه وباقي الوزارات، ومفاضله ومحاصصه ومحسوبيه على حساب الشباب. لذلك هنا جاي نعاني من عند الشاب الديواني عدم وجود فرص تعيين. السبب واضح جدا واضح، النواب جاي يجامون محافظ الجامع من المؤسسين حماية ديوانية، مرة تراجع خدمي وتربوي وصرحي وصناعي. شاب اليوم ناسب طلعنا للبلدان الطريق الناس يخيرونا بين القطاع العام وبين القطاع الخاص. من يسمع قطاع عام يهز ايده، بينما اكو قطاع خاص يقول له في السكرتاريه كذا كذا، وبالتالي يتبنون تعيينه كدوله. تسولف عن الدول اللي بتطور. نعم. هنا لا، اما تدفع 70 ورقه او 80 ورقه او شده مثل الهواي او ما تتعين. يعني اليوم الشاب ما عنده شيء يسوي. يعني اللي ما عنده اليوم اكو شباب ما عنده بقال علاق ما اعرف شنو، ما عنده يدفع هذا المبلغ، وين يروح هذا الشاب؟ يعني مؤسفين عما يحدث بالديوان، فساد مقنع حقيقي وفعلي وبؤر للفساد. للاسف. قلنا لهم جففوا منابع الفساد اللي موجوده. اجى دوله رئيس الوزراء السيد محمد الشارع السوداني، وانا التقيت بمدير مكتب السيد حسان العوادي اثناء الزياره اللي هو متواجد. التقينا به، قالوا مرحلة الديوانية تعاني الحرمان انتهت، الديوانية الآن تنهض. ومر على زيارة السيد محمد الشاعر السوداني أكثر من سنة. شنو اللي صار بعد الزيارة؟ ماكو بوادر حقيقية وفعلية لانتشار المحافظة مما تعانيه المحافظة. أنا شخصياً تواصلت بالتليفون مع مدير مكتب رئيس الوزراء، وماكو نتيجة وماكو حلول سريعة وآنية. بالإضافة إلى عودة مجالس المحافظات، هي يعني زادت الطين بلة احتمال. يعني فرضوا سطوتهم. يعني هم عضو مجلس المحافظة يقول لك أنا شنو أقدر أسوي؟ أنا استلمت يعني المنصب وهناك تركة من ملفات الفساد ونقص الخدمات، فيعني هم من بعدهم إحنا نقول جدد على الساحة. هم يعني محتاجين أنا أسولف عن جزئية. أسولف عن جزئية. أنا ما أعرف منهم كلهم، بيهم ناس مخلصين، ناس مؤمنين، ناس يردون يخدمون، هسا الناس كم يعني عدد هواي قليل، هاي مو أنا اللي أحددها، الشارع اللي يحددها. ولكن شو أقول؟ أقول ما قبل انتفاضة تشرين، مجلس محافظة عبارة عن دكاكين اقتصادية. مجلس عبارة عن دويلات. الدائرة الفلانية تابعة للنائب الفلاني، للعضو الفلاني، الدائرة الكذا تابعة، دائرة الصحة تابعة. عبارة عن محاصصة مقيتة. بالتالي بعد ما صارت ثورة تشرين أوقفتهم،
وهي كانت احد اسبابها هي هاي اللي جاي يصير محافظات بمجالس محافظات او من خلال محافظين حكومات المتعاقبه. فانهت هذا القطعه مصدر الفساد وغيره لفتره طبعا. وبالتالي تراجعت الشباب، انفتحت الساحات، ماكو دعوات لهذا، رجعت الحلقات الزائده وعاد معها الفساد. دكاكين اقتصاديه، يعني انا اليوم حق الرد مكفول. انا اليوم محمل امانه انه عندي فقره اذكرها امام، ماكو عضو مجلس محافظه او نائب ما عنده مجموعه او افراد من المقاولين هم هذول هو يخلص لهم خرج لهم هذه المقاولات. يعني المقاوله اللي كذا مكان لازم، هنا عندنا مشكله. بالاضافه الى عوده او يعني انتخاب عفوا تصويت على رؤساء الوحدات الاداريه وقائم مقامين، هنا كذلك دخلت المحاصصه دخول مباشر هذا الجانب. يعني نائبه عفوا عضوه في مجلس محافظه تقول يا قضاء الشاميه حصتي، يعني انا ما اقبل احد يزاودني انه هذا، لازم انا اجيب رئيس الوحده الاداريه القائم مقام. وبالتالي تشوف الناس مره تدفع فلوس المتنفذين حتى يوصل لهذا المكان. هسه ما يخالف خلي يتناسون بس غير يقدمون خدمات؟ ايه عفوا سؤالك اذا ممكن تفيدينا. يعني خلي يتنافسون ما يخالف بس غير المفروض يقدمون خدمات، يقدمون شيء لهذا القضاء، يقدمون شيء لهذا المركز. هو تنافس طبعا صح، تنافس عمليه ديمقراطيه لا باس في كل الانظمه، ولكن معيار التنافس ياتي ما بعد انه عمل ميداني فعلي حقيقي لاداء العضو الفلاني والنائب الفلاني. انت اليوم من عندك اثر بالساحه، اثر عملي واقعي فعلي، انتشلت حاولت تنتشل قضاء محافظه منطقه من حرمان، قدمت لها الخدمات، من حقك اليوم تتنافس. بس انت اذا ما مقدم لي، انت صفر ما مقدم لاي شيء، هنا أنا شنو؟ انت ما من حقك، انت ما من حقك تتحكم باداره القضاء. يعني حلو يا استاذ حسام تكون منافسه شريفه من اجل تقديم خدمات افضل للمواطن، يعني ابناء الديوان يوم يستحقون، لكن على هذا الواقع يؤسفنا. يعني صراحه احنا استبشرنا خير بواقع الديوانيه، لكن نتامل خلال الايام المقبله يكون واقعها للافضل. شكرا لك استاذ حسام العابدي الناشط المدني، تحياتنا لك، شكرا لانضمامك يوم ويانا، اكيد نورتنا. وايضا احب اشكر الشيخ علاء الغالبي احد شيوخ وجهاء قضاء الشامي، حياك الله. عندك اضافه؟ عندي اضافه صغيره. نعم تفضل. اكو عندنا شغله جدا مهمه اللي هو الشارع اللي يربط الشاميه بالديوانيه، قضاء نعم. الشاميه الى محافظه الديوانيه. هذا ما تتبيه اكثر من 200 نسمه ولحد الان. انا من خلال قناتكم اوجه للاخوه المسؤولين كمحافظ او الاخ والصديق حسين الموسوي مدير عام الطرق والجسور، يعني شارع صار 3 سنوات يقشطوه ويرجعون يصبوه وقصفوه، يعني اخذوا من عده متر، ولحد الان العمل قائم به اكثر من 3 سنوات، وهاي راحت ضحيتها اكثر من 200 نفر، الله شاهد خلال هاي الفتره. يعني اقول ارواح الناس هذه يعني بلاش، ما معقوله. بالاضافه الى تلكؤ الشركات، هذا اللي جاي ما اعرف لمن الشركات هاي، اعضاء برلمان او مسؤولين. نعم، قبل البدء بالحلقه قلت لي موضوع مستحقات قطع اراضي الشهداء. نعم. زين شنو الموضوع يعني باختصار؟ الموضوع من خلال قناتكم. نعم. احب الكل انسان شريف، اوجه هاي الكلمه. اقول هل يجوز مثلا عضو مجلس محافظه استوى دوام ومن حقه ان يستلم قطعه ارض يطوب قلب المدينه؟ زي. وشهداء اللي حرروا الموصل من قواتنا الامنيه او الحشد. نعم. ينطوا طبعا خصصوا لهم قطعه بايام الشيخ زيور الشعلان كان بقيتها محافظ الديوانيه. اطوهم بناحيه اسمها نفر. اجلكم الله بمنطقه الطمر الصحي اللي القطعه ما تسوى لها حتى 200 الف دينار. يعني هذا الشهيد مو يقولون الشهداء اكرم منا جميعا؟ اكيد. يعني يجي موظف بالبلديه والله مستحق قطعه ارض، ينطوه قطعه ارض بقلب المدينه. يجي المحافظ يخصص مدراء بكيفه وما له شغله بكل الناس.
يجي موظف عنده علاقات يطوق قطعة بأرقى مكان، والشهيد اللي قدم دمه وعاف أيتام وعاف زوجه تنطيه بالطمر الصحي؟ معقولة؟ وتقول ماكو مخصصات؟ أنا أكثر من مرة راجعت بلدية الشامية يقولوا والله ما مخصصين عندنا قطع أراضي، بينما قطع الأراضي البلدية بالشامية وبالأقضية وبالنواحي توزع حسب المعارف للشخصيات ولأعضاء البرلمان وغيره. يوم الشهيد وعوائل الشهداء والله من خلال قناتكم أنا حتى أوجه للسيد رئيس الوزراء أقول له هذول هم أبنائك، ذولا حرروا لك الموصل وغيرهم، يعني خاصة هاي الفترة يعني من سنة 14 إلى تاريخ تحرير الموصل راحت عندنا هواية ضحايا شهداء من الوسط والجنوب. جاي يحكي لك عن الديوانية هسه، بقية المحافظات أنا ما أدري خصصت لهم، بس محافظة الديوانية أقسم بالله أيام المحافظ الشيخ زوير الشعلان خصص لهم بناحية نفر، وحتى رحت واشتكيت عده وقلت له يا شيخ ما يصير، قال لي بعدين نخصص لكم إن شاء الله. ومن راجعنا مؤسسة الشهداء يقول والله يم البلديات، تجي يم البلديات يا براجع بلدية القضاء، تجلب القضاء يقول لك والله ما مخصصين، ما عندنا مكان، يا بقطع البلدية يعني من يجيكم مسؤول أو عضو برلمان أو مدير أو عده شخص عنده علاقات تطو قطع. زين عندنا بالديوانية مكانات شاسعة أخذوها ست، مكانات شاسعة اللي هو المعسكر القديم مال الديوانية تقريبا ب80 دونم، هسه توزعت كلها عرصات، ليش ما أعطيتوا للشهيد هنا؟ ليش ما أعطيتوه قريب على المحافظة؟ ليش تطوه بنفر اللي القطعة ما تسوى 200,000 دينار؟ وهذا شهيد ضحى بدمه، يعني لو ما هذا الشهيد قعدنا احنا انا وياك سائل قعده قعد المحافظ بمكانه؟ اكيد لا. هاي بعد يعني هم اليوم صعدوا على اكتاف الشهداء، صعدوا على اكتاف الشهداء واخر ما يقدمون للشهيد عرس قيمتها 200,000 بنفر كمحافظه ديوانيه بالطمر الصحي. والله مو هذا استحقاق الشهداء، هاي بعد هاي انسانيتهم وضمائرهم هيك تقول. نعم شكرا لك شيخ، اكيد حق الرد مقبول، منبرنا نعم. حلو غايتنا يسعد نعم. تحت الرسائل والمناشدات. وصلنا وياكم مشاهده اختام حلقتنا، تطلع حلقات اخرى. الى اللقاء.